اهلا بيك. انا عاوز اقول بسم الله الرحمن الرحيم مع حضرتك جمال حمدون كبير مشجعي منتخب مصر والنادي الاهلي. احنا شرف لنا ان احنا بلدنا الثاني المغرب. عاوز اقول احسن استقبال من اول ما نزلنا مطار المغرب المطار الدولي. استقبال جميل وحاجه كويسه جدا. هي طبعا بوجودها في المغرب اصبحت بدل ما مهمه بقت مهمتين، مهمه صعبه للاهلي جايز مهمه سهله للوداد، انما اللي يكسب هو اللي هيكون افضل ان شاء الله. والكاس مش هيروح لاي حد سواء للمغرب او سواء للاهلي، بلد واحد. الاجواء كلها حماسيه وبره الملعب، احنا محتاجين ندخل جوه علشان لازم لعيبه الاهلي يشوفوا ان جمهور الاهلي وراه في اي مكان، اي مكان يروحوا وراه، كلنا ثقه في اي واحد، اي 11 لعيب بكره يلبس تيشيرت النادي الاهلي عندهم القدره والامكانيه انهم يجيبوا الكاس ان شاء الله ونرجع بيها على القاره باذن الله. 100 100. المغاربه طبعا كلهم على راسنا وحبايبنا المغاربه. انا مقيم هنا في المغرب، انا مقيم والمغاربه على راسنا، واحلى استقبال واحلى ناس المغاربه على راسنا من فوق. اللي احنا مع اخواتنا طبعا دولتين عربيتين، المغرب ومصر طبعا دولتين عربيتين كبار، والمهم هي البطوله تبقى عربيه، وان شاء الله يبقى مباراه ليك بنادي الوداد والنادي الاهلي، ويبقى نطلع اخوه. انتوا بتقولوها خوا خوا، انا مش عارف بتقولوها. انا زوجتي مغربيه من 30 سنه فبعتبر المغرب بلدي الثاني يعني، الحمد لله. انا مقيم في ايطاليا انا وزوجتي، بس جيت مخصوص عشان اتفرج على الماتش. هو طب لسه في ناس في لسه جمهور بيجي من مصر وباقي الدول كلها، في النهارده في رحلات وبكره في طول اليوم ان شاء الله لحد ميعاد الماتش، فان شاء الله في اقبال جماهيري هيكون مناسب للظروف اللي احنا اتحطينا فيها، بس احنا ورا الاهلي في اي مكان. النتيجه 2-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله في بيننا وبين بعض المحب والموده وكل حاجه حلوه، بالعكس كل روح راضيه، المباراه حلوه ومباراه حره ونرضى باي شيء. توقع المباراه؟ توقع المباراه بقى دي لسه، اللي هيلعب كويس هو اللي هيستحق الفوز، هو اللي هيلعب كويس وهيلعب 100 100 هو اللي هيستحق الفوز. حبيبي احنا بنتمنى ان احنا نخش نظهرهم اخر 5 دقائق في اخر تمرين اليوم، 5 دقائق على الاقل عشان نعرفهم ان احنا جايين وراهم بكم كبير جدا الحمد لله، ويفرحونا نرجع بالكاس باذن الله. هذه اجواء حماسيه والروح الرياضيه اللي تجمع ما بين الشعبين، فكيف يتم استقبالكم؟ والله الاستقبال كويس جدا، كل ما الناس بتتكلم برضه في الاعلام المصري بيتكلموا ان مفيش مشكله بين اي حاجه، بين ولا الوداد ولا بالاهلي ولا بالمصر ولا بالمغرب، القصه كلها مشكله في الاتحاد الافريقي اللي هي ازاي هتتعمل في سنتين ورا بعض كده. لو حصل كان حصل الموضوع ده في مصر، او الموضوع اللي حصل سنتين ورا بعض في استاد القاهره مثلا او حاجه في مصر، ما كانش حد هيقبل بكده، فاحنا عاوزين المساواه مش اكتر ولا اقل. تقدم المستوى ده النادي الوداد الرياضي تقنيا هناك تخوف على المباراه نتيجه؟ ما هو والله انت عارف النهايات بتختلف عن كل حاجه، انت امبارح لو شفت انت الماتش بتاع ليفربول وريال مدريد، ليفربول عمل 19 هجمه وريال مدريد عمل هجمتين وخد البطوله، مفيش حاجه مضمونه. بالتوفيق للفريقين ان شاء الله. فاكرين جروه، فاكرين الاهلي في اليابان، نور الرؤى نور في اي مكان، اهلاوي ارفع راسك فوق، اولي 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 اولي.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.